جوزيه جوميز انطباعاتك عليه ايه؟ انا فاكر انطباعاتك على اوسوريو سمعتها اكتر من مره ومن بدري انت كنت بتتكلم ان اوسوريو عنده مشاكل كبيره جدا. جوزيه جوميز انطباعاتك عنه ايه؟ يعني انا كنت رايي في المدرب اوسوريو كان وجهه نظري فيه من بدايه خالص صح. يعني مش ده بتاع نادي الزمالك يعني ده نادي الزمالك كبير عليه ودي كان وجهه نظري ويمكن في انتقادات وكده بس وجهه نظره في الاخر كلامي يعني انا بتاع الكوره الزمالك الفتره الجايه عايز انا دعم. فاكر بالمناسبه كنت بسمع حضرتك مره في الراديو انا اسف للمقاطعه كنت بسمع حضرتك مره في الراديو قلت انه حل الزمالك دلوقتي بالتشكيله اللي موجوده دي انا فاكر كويس قوي قلت لها 4-1-4-1 فاكرها كويس وبعدها مباراتين ثلاثه اضطر يلعب حاجه زي كده والماتش ده الزمالك كسبه برقم كويس وبعد كده رجع تاني لافكاره وحاجاته الغريبه دي عشان كده علقت معايا وقلت ايه ده انا كنت فاكر ده الكابتن فاروق جعفر قال كده بالظبط ولما عملها اتطبقت وجت بشكل كويس على فكره مصر فيها مدربين كويسين وناس عينيها كويسه وناس محلله بشكل كويس جدا يعني بس انت فاهم الفرق كبيره عشان مدرب مصري يدرب فرقه كبيره بيبقى عليه ضغوط اكتر من اللعيبه 100 مره ما بيعرفش ينام ما بياكلش كويس دايما متوتر مش مركز دي الجماهير بتحاسبه باليوم يعني الوجبه الفطار والغدا والعشاء مش بالمباراه يعني كمان مش بالمباراه انت الصبح فطرت ايه واتغديت ايه وتعشيت ايه وقلت ايه وبصيت للعيب ده ازاي وقلت له ايه طول الوقت بالظبط كده لو انت بس حبيت تبدع كمان تدريبيا في الملعب وعملت حركه كده حلوه مش هيقول عليك انك مدرب عبقري هيقول ايه يا عم بيألف لكن المدرب الاجنبي لما يعملها يقول لك شوف العبقري بقى اخترع حاجه جديده احنا اول مره نشوفها والراجل ده قال جمله حلوه او السوريو ده قال انا حققت 70% انا رجل اعمال حققت 70% من الاداء فما تمشونيش تمشوني ليه فاهم الكوره ارباح يعني فاكر الكوره الكوره ارباح فعلا انت جاي تشتغل سوبر ماركت مش يعني لكن هو مش عارف الكوره في مصر الكوره في مصر المصريين عندهم حاجتين المتعه والنتيجه غير كده ما اعترفش بيك الكلام المنطقي يعني خلينا نتكلم على كابتن جوهري هو بدا الموسوعه دي كابتن جوهري اداء ونتيجه جه بعديها كابتن كبير كابتن حسن شحاته طبعا مدرسه جديده بقى حبيب اللعيبه وصاحب اللعيبه واخوهم وكل حاجه فاللعيبه بقت تحبه فبقى اداء ونتيجه وحسن شحاته كابتن جوري ودانا كاس العالم وحسن شحاته جاب لنا 3 بطولات الله. هو ده المدرب اللي انت بتقول انا عندي مدرب ما تجيبش مدرب صغير مدربين عندنا مدربين كويسين جدا لكن الادارات والجماهير بتضغط عليهم بتخليهم ما يفكروش يعني بتخليهم ما يفكروش